نظمت وزارة الداخلية زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدايا الرئيس عليهم، هو الأمر الذي لاقى مردودا إيجابيا ومعنويا في نفوسهم. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرا وعرفانا بما قدمه ذوهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. احنا لا هننسى ولا هنتخلى عن ابناء وبنات شهداء مصر ابدا. شهداء لكنهم احياء بما سطروه بتضحياتهم لينعم الوطن بما هو عليه الان من امن واستقرار. دائما ما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على الاهتمام باسرهم والاحتفاء معهم ووسطهم بكافة المناسبات والأعياد. وبمناسبة عيد الفطر المبارك حرص السيد الرئيس على إرسال هدايا العيد إلى أسر شهداء الشرطة. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر كل الضباط زمايل محمد وكل الناس اللي حوالينا. بصراحة ما فيش حد بيتأخر معنا في أي حاجة، يعني الناس كلها واقفة معنا. الهدية طبعا حاجة قيمة جدا، وهو طبعا ما فيش أي حاجة تعوضنا عن بابا، بس احنا مبسوطين جدا ان هو فاكرنا وفاكر أبناء الشهداء. كله وحشتنا والله يرحمك يعني، ودمك ما راحش يقدر، والحمد لله زمايلك وأصحابك جابوا حقك والله يرحمه. أحب أقول ان هو وحشني، أنا فخورة بيه، بحبه، هفضل أحبه طول عمري وأفضل فاكراه طول عمري. هو كان يعني أحسن أب في الدنيا، هفضل على طول فخورة بكل الذكريات الحلوة اللي عملتها معاه. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنته حي، وليه مفرحش؟ يا ما طلبها واتمناه. مساء الخير. كل سنة حضرتك طيبة. هدية بسيطة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. يعني احنا بنقدم اولادنا لحمايه البلد الحمد لله، والرئيس يعني يشكر اللي هو يعني فاكرنا بكل خير، والحمد لله احنا بنشكره وكل سنه وهو طيب يا رب، ودايما فاكرنا كده في كل مناسبه يا رب. ده شرف ليا والاولاد وطول عمرنا طول ما احنا عايشين، احنا فعلا عايشين طول عمرنا كنا متشرفين بوجوده، وتشرفنا فعلا جدا جدا بعد شهادته الحمد لله. بغض النظر عن القيمه الماديه للهديه، كفايه القيمه المعنويه، كفايه ان الرئيس فاكرنا وفاكر اسر الشهداء وفاكر اولادهم وفكر فينا. وشكرا جدا جدا لسيادته ان هو يعني افتكر اولادي وفرحهم في يوم زي ده، ودايما محسسهم ان باباهم بطل، ودايما محسسهم باباهم ما اتنساش، وشرف لاولاده دايما طول عمره. شكرا جدا لسياده الرئيس. ساعات بتعب وببقى نفسي تحضني، وبص عليا كل شويه من الجنه. الرئيس دايما فاكرنا في مناسباته، في كل مناسبه فاكرنا فيها مش ناسينا، وانا بعزه جدا، وبصراحه يعني هو ما خلوا باله مننا جدا، ومش مخلينا عاوزين حاجه، وانا فخوره جدا انه جوزي شهيد. ونفسي ابقى بطل زي بابا واحمي وطني، وبشكر جدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو على الهديه الجميله اللي جابها لنا ديت، وشكرا ان هو مش ناسي اولاده وفاكرنا دايما. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك، تعالى في حلمي من فضلك افضفضلك. صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. دي هديه من السيد رئيس الجمهوريه بمناسبه عيد الفطر. وبص عليا كل شويه من الجنه، انا عارفك بتسمعني متابعني. بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اي حاجه بيعملها معانا، كل حاجه بيعملها معانا جدا كويسه جدا، ما بيأخرش عننا اي حاجه.
والوزارة بأكملها ما بيأخروش عننا أي شيء، أي اتصالات، أي حاجة، أي مشكلة فيها إحنا بنتصل معهم، بيسيبوناش أبداً. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان، عشان بيقولوا إني بطل وابن بطل. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني. طول ما بشوف الضباط معانا على طول أكن هو موجود معانا. ربنا يفاديهم يا رب الضباط كلهيتهم، وربنا يرحمه برحمته الواسعة ويفادي كل واحد يا رب. تكريم المستمر من سيادة الرئيس هو تكريم ان هو اللي مش ناسي حق شهدائنا. وليا الفخر عشان من اب ملهوش زي، ابويا ما ماتش، ابويا شهيد في جنته حي. اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل اللي بدرس على اسم الشهيد رجب عبد الرازق حجاج، وعلى جميع الهدايا اللي بيقدمها للشهيد، ودايما مفكرنا بيه كل مناسبات وكل اعياد الدوله، مناسبات الدوله كلها. نشكر على كل اللي بيعملوا معانا، الحمد لله مش نسينا في اي حاجه خالص، كل الواجبات بيعملها معنا واحسن من اي حاجه.